ملكة جمال الريد كاربت النهاردة الجميلة المتألقة دائما سوزان نجم الدين، بقول لك كوين على الريد كاربت النهاردة كالعادة. ميرسي، ربنا يخليك، ميرسي قوي. النهاردة الدريس بقى والشنطة الجميلة دي اللي لفتة نظري قوي، يعني نيوز بيبر دي ولا ايه؟ نيوز بيبر. ايه عجبك؟ الاخبار كلها عندي مكتوبة. كريشي، الاخبار كلها هنا مكتوبة بالانجليزي. مكتوب بقى، انا اسمي مكتوب. بس محتاجة ترجمة بس. تمام. بقى الدريس الجميل ده تصميم مين؟ ده والله نسيت براند ايه، بس ده بتاعي يعني. مش جايباه من حد. هاني البحيري طبعا لبستي من عنده كتير. مش كده؟ اكتر فستان بقى لبستيه من تصميم هاني وما تنسوش ابدا؟ مش فاكرة، بس اللي حب اقوله انه هاني انسان مميز وصديق ومصمم شاطر جدا، له ستايل خاص بيه. ولما تشوف ست لابسة يعني كذا ست ماشيين مع بعض، تعرف انه دي لابسة الهاني البحيري، فهو عنده بصمة خاصة بيه وده مهم جدا. هل انت من النوع اللي بتحبي تحتفظي باشيائك وبفساتينك ولا؟ لا، ما بحبش الا الحاجات اللي انا بتاعتي، اصل ما القطعة بتلبسها مرة واحدة وخلاص للأسف. يعني بتعملي ايه فيهم؟ بوزعهم، او في حاجات محتفظة بيها بس قليلة جداً.